السلام عليكم. باش تعرف الكريدي تاعك عند اتصالات الجزائر ولا الفواتير تاع الهاتف اللي ما خلصتهاش، سهلة مهلة. ما عليك غير تكتب اتصالات الجزائر في محرك البحث جوجل، بعدها تدخل للموقع الخاص باتصالات الجزائر، في الأعلى كامل اضغط وين كاتبين الدفع الإلكتروني، راح تظهر الصفحة الخاصة بالدفع الإلكتروني. في الأسفل راح تلقى تسديد المستحقات، اضغط عليها، ثم اكتب رقم الهاتف المنزلي والرمز اللي تلقاه في الأسفل. في النهاية اضغط على تأكيد وراح تظهر لك قيمة الفاتورات الغير مدفوعة. وتبع نفس الخطوات إذا كان عندك تطبيق الدفع الإلكتروني الخاص بشركة اتصالات الجزائر.